صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الأمر الملكي رقم 2 لسنة 2019 بترقية الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى رتبة فريق أول ركن، وذلك بمناسبة يوم الحرس الوطني في الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني.